يحمل مجموعه من زملائه ومولهم اللي هو بيتدرب فيه عنده ممتاز دغمش، ودخلوا وعملوا تفجير المشهد الحسيني. وفي كل هذه التفجيرات بما فيها تفجير كنيسه القديسين متهم رئيس ممتاز دغمش. طب مين ممتاز دغمش؟ ده رئيس الجيش الاسماعيلي، متهم ايضا بالمناسبه بالاشتراك مع التوحيد والجهاد، ها، وكمال علوان ده، ولا كمال اللي هو زعيم التنظيم، وهنا بوشيتا في خطف الجنود المصريين وفي قتل ال 16 جندي قبل كده وهم صائمين في رمضان، واختطاف ضباط الشرطه، والتحقيقات خلاص بدا يتوصلوا الى المعلومات الحقيقيه، لانه لارتباط الاسماء دي اللي بقول لك عليها بالاحداث الثلاثه دول، ووصولا باحداث كنيسه القديسين. ممتاز دغمش دخل مصر في عز سطوة الإخوان مرتين عن طريق الحدود المصرية، وقابل خيط الشاطئ في المرتين دول ورصدته أجهزة الأمن. طب بص يا نبي، عايز بس نعرض صورة، الجزيرة الإنجليزية عرضت صورة المصريون الذين يتواجدون في الاتحادية على أنهم من معارضي الفريق السيسي. نشوفوا الصورة بس عشان تعرفوا قد إيه فبركة هذه القناة العميلة. زي ما حضراتكم شايفين، قولي في مشهد زي ده يا فندم. انا لسه بقول لك انه قطر عرضت دخول المشهد ودخول الاطار العام المرسوم بدعوى ان لديها ثلاثه اطراف في المعادله تمثل العصب، المال والسياسه وايه والاعلام. هي داخله بالجمعيه دي، جمعيه الاخوان دي هي داخلها. بس الكذب يعني، انت بتتكلم على امال انت عايز ندخل، انت عايز ندخل وانت بالواقع يا فندم، يعني ايه الرابعه زي ما انت عايز، وهو يا فندم لما انت وهو يا فندم لما تتقطع الاتصالات بمصر وحماس تجيب تليفون سوريا تديه لمرسي الحياط، ثم تليفونه يبقى مع احمد منصور، ثم تليفونه احمد منصور يدي الرقم للجزيره، فتتصل بمحمد مرسي وتدعي ان محمد مرسي متصل بالجزيره عشان يقول ان احنا المواطنين الغلابه افرجوا عننا وعملوا عننا، وواقف جنبه السيد عياد وابراهيم مصطفى حجاج اكبر اتنين، واحد مقاول بتاع دوت رجل اعمال بتاع مقاولات، والتاني بتاع سياحه، ده اللي جاب لهم الاتوبيسات وده اللي جاب لهم اللودرات اللي كسروا بيها السجون، والاثنين قاعدين واقفين معاه وبيرصدهم ضابط امن الدوله بتاع مدينه السادات من بعيد، وهو مش قادر يقرب لاحسن الناس تذبحه، وقال ده في القضيه نفسها، وواقف ابراهيم مصطفى حجاج والسيد عادل. امال هو القضيه اتربطت ازاي؟ يعني مين اللي ربط حماس بالتهريب بمحمد بوسي غير مصطفى حجاج، ابراهيم مصطفى حجاج والسيد عياد؟ لولا الاثنين دول ما كنتش هتقدر. فين بقى المواطنين؟ مش عارف ايه، لولا راجل واقف وشايف الاثنين دول وعمل اجرى اتصالات معاهم وهم موجودين، قصه طويله عريضه.